السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا كلية ديني لغتها هي وليبا كمبيوتر لغتها اللي كتبوا حكمة لغة العربية لغة الإنجليزية لغة الفرنسية هي وليبا لغة الصومالية أي نوع دارناي لغات كسر هو اللي كتب القرآن الكريم كا هي وليبا ورقي يدوم بلوري كيو نحن رأيتي كعربي كا فرقوا حتى عربي كا إيو تا لاتيني كلا بضبط قف في دوري إيو كسو قيب كلا نمرا دا حاجة سر فيها لا يكو حاجة وصف فيها لا أيو لا صوح لي دور إن شاء الله تعالى وايه أنا المهم لو ما أنت عشر كيلن لايف كاين كتشرو وحاينو كو قادو دونا إن شاء الله تعالى سؤالنا إسكوي الدين دونا تكنيكا عصوب هاي المانفا لن يوها إملا الفراغات الآتية ما كان محاد سمين بوحي ميلاها بنان ما كان محاد كل بوحي نسال لغدا كلمة بدون وقيمة كانت تدوان قيمة تنوى إملا الفراغات الآتية ميلا نصوص على بوحي أو دورة لغداس كايك ها وانا خلية هو طبيب سوى طبيب وانا اختلوية وزوجته حوالى يدي سنة طبيبة تاي تاي ما واحد كل بحية ولا لكن مساء أيضا كان دوني وانت هل كان ما واحد كل بحية لكن هساعة مساء أيضا سيدو كالي لما لكن كل بحية وانا دي سوغة يارداي سيفوضد ايان دي كسور ديكي وحن دوني سوقر تان قرار كسوس ميسان لماذا كلمة كيف يكون بحية؟ هو طبيب ودكتور من البنان وزوجته حوالي دي سنة طبيبة ودكتور ما كان من لكن ما يكون بحية بس أيضا هيا وانا يجي يا أرضي ذا وقصوا الرئيسة مع المختار شو ده هو كيف أنكو بوحي على هذا كلمة دو؟ هيا كيف أنكو بوحي الشاقة؟ هيا أيضا هدى ما شاء الله تبارك الله سعدية ساس الأك يا كلا يا كلا فضل وريبا حقا عطسان يا قف وريبا إنو ما رتي نشاطك كتايب قلو أو صوت أو رأسي إنه أرضي ذا قف كجرنا يعني عربي أقول دي هيك قريب قف كي عن جرنا إنه أوقف هاي ديستو أيضا بعرض بحنا يا تاسع ساعة سيد أرضي ذا صوت أيضا سيد وكنا أيضا سيد وكنا أيضا سيد وكنا أيضا سيد وكنا سؤال شباب سؤال شباب واخر سؤال شباب سؤال شباب السرطان مرض مرض السرطان كانسر مرض معهم يا رمان خطير هي عادي لا بد كيف بيعي خطير هي عادي السرطان مرض خطير هي عادي ما شاء الله تبارك الله فضل عرضي دي حكومة سنة هنا الشهر قريين عشر كان سي أي فايدستان أصحابته ذاك اللغة العربية أي مدونة هنا كفايدستان الدال على الخير كفاعله هيا مكتبة كبوحية السرطان كانسر كو مرض وحنون حنون كان سو خطير خطر مس عادي مس عادي هيا لبضا كيف كبوحية خطير عادي لبضاس حكت تيتنتو كانت حيصة خطير يا عادي كيف كبوحية
هي خطير هي عادي هي دون انا دون الى شكتان كويه هي واحد اثنين ثلاثه اربعه هي يا كره محمد امين بارك الله فيك هي يا كره خير حسين وبارك الله لك الرياض محمد امين بارك الله فيك ذكر الرياضي ابراهيم خطير 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 ما شاء الله وخطير ويا خطير خطير عافانا الله واياكم الهي انك انك يدك بالله انك بالباديو ومرض خطير مرض حويا امراض المزمنه ويا حنون هذا قفك دائما يا خطرت ويا واحفظ الصلاه العباده كم درا لو فدي دتك حنون هذا وين نعم كنت سؤال صدحات كنت سعيدا كنت من قوس سعيدا أما سعيدا أما مشغولا وحالها مشغولا مشغول بانها صاحب أمس شريتهم لذلك ما فعلت واجبات الدرس شلي وانا مشغول صراحة كنت سعيدا شايتو أنا فرح صراحة هي كنت مشغولا لبدا ما مشغولا ما هو هي أمس سعيدا أمسي شلي وحنا سعيدا شلي وانا مشغول صراحة سدا درتي ما نصمين واجبات الدرس درسي واجبات اسمها صمينين عشر كي لا يصير لا يصير كماش مركا كنت سعيدا وفرح سنة بس كنت مشغولا ومشغول بها لبدا صعبت ونو بعليا هل كان كتير برتن بالو بعليا كنت مشغول مين ما قلت لي يا معنا كيف ما صحابة صغر هاي واكي لبدا واكي هذا اللي كنت أتصل يا دروس تن إن عاد شهر كريسان سي ولا لدي نكلا أيو قادو وحنقولوا دور يا إن عاد عدد دم عسنت إن عاد كسوق أي بشار لغضة عربية إنجليزية فرنسية سومالية كمبيوتر كأساس يا هي القرآن الكريم كورق يا دمر بقى هان رايتك عربية هان رايتك فرقلنت عربية فرقلنت لاتيني جاء هذا دور سنة إن عاد كسوق أي بشار حال كان أيام لقى هلا لانجويج كولج كسر الوضع قيما لما رك حق السنة يحب هوسة هاي لونا إن على صحيدان سي معلومات تلفزيونية هاي كيف هو هاي حصورتين رانيكو أنا يا بردي حصورتين ما شاء الله
مشغولا مع المختار صلوا مشغولا مع محمد بارك الله فيك مشغولا ويا مشغولا ويا تصور صحيح مشغولا سؤال شكله طيب انا وقفت عند دوني انا كقدوه مركا قعدت كان دوني انا كقدوه هيا حبطها اسكو طيب يجب واجبة ما يحجدها ها السكريات السكر سؤال شرطة السكريات يربنا تزيد مثل تنقص تنقص البنان وزن الإنسان وزن الإنسان سكرياتكم حيارة معمعان حلوات كاري تزيد واحد سيادة سكر دساء ما يلبن أم مساء تنقصه واحد نقصان سهوص لدى وزن الإنسان لما دواء ميزان قفك ما سكر مع معانده ميزان قفك ويهدان هو نقصانيان أما ويزيادان كيبان قرار وقفك معانا كليوا النحيف كوبان ومعانا كالغاستا مساء والنحية وبرارية وكي هيا وزن مرقة تزيد يتنقص كم غراه هيا أنا يقول يا صوق علي يا صوق علي يا صوق علي هيا يا كره واي هل قبو هنا يا تنقص وتضعف وتضعف ما تنقص تزيد يتنقص ما تنقص تعصر قبو هنا وين نقصان يا قفك وحر ويا قف هزيلة أو دوبان بيكدقا أو معان قفك ووعنا مركز طوط سكريات كبتساتين حدي قف معان لآتعي عافان الله وإياكم إذنك هي أنك إلهي لك بالبادية وين نقصى منس وحيا باوه لأكسن حكمة الثوم ثوم طولت قفك مركز ضغط دمك إيا معان كوكعان ديكارك إيا معان طولت أيال استعمالا أن أنت لا بيبا لغلو خضاما هبينك ما لغلو لغا تواليا تنوى لعبه صبح أما مركو ديخوك عسيه لكن مركو نقصامه ضغط دمكي أما ديكي أما معاينك هسي وضي أي رحلان قرضا كهذا شهر يو حكو قرطي وأيو حيسيسا مينسا أنيميا أي سيسا مينسا عدان أنت أكو دافو غيبها قيبتاً حتى يمودني ها إملا الفراقات بل إنه أهم قيمة حكالة يرس بان دياني
إذن سيئة جملة قيلنا مركا إذن كا أيان دوني إنا جملة قيلسان أنا أقول لماذا ندين قيلنية أما اللبع أما الصدح أيان ندين قيلنية يرسي أقوم بعد سينة كلمة عن سيئة جملة ملاف قيدن كيلنية شفاهة وأي وين كيقر سينة القرآن وقت ما يخلص أفك أيان بسينة يرسي شوف هذا عمرك الدين قليا إن كفى إنسان تان شوف هذا إذا قلنا شوف هذا سوق ليس معنى هذا الذي شهوا عربي هم عتا أتا 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 هيا يا سوق راي كلمة ده عندنا يا سوق تا إذا يرسهم أتا سيا وقت بينا قبل من كلمة ده سوق راي يرسهم أنا أن إذن يريو أنا أن جملة إذن قريبا جيدا أتا كلمة أساسوني إدوني نسوخ أتا يا سودية أتا إن شاء الله هيا وصحوية وحلاي هاي أتا تطلع مصر ما شاء الله أتا وصحسنتين قيب بضن وكبد أي صوت تردي أتا أتا يا سيدي 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 يا جاء من مكان قريب مال دروبه كاين وياه أتا حاجة معنا المعنى معنى يدوم أتا جاء من مكان قريب مال دروبه كاين وياه أتا وياه قال صلى الله عليه وسلم رسول وحي لي قصر يا رسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كان هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحا إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا أو جد كلمين كلام مفصلة وأن أن كتر أن حدر هاي بوعا دق دقانا سلو فهمك وإذا أتى على قوم عدو يماطه فسلم عليهم أو سلامه سلم عليهم ثلاثة إذا أتى أقول لي تولدي إذا أتى على قوم هدو عقوا يما دونك فسلم عليهم أو سلامه سلم عليهم ثلاثا صدح جاب سلامي سلام عليكم هدي لما قلوا هاي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وكان مكرر كاسو كلام مفصل وي قول النبي عليه الصلاة والسلام أتى مضارع له ويأتي قد يأتي وحقيقة كرتين ويماده قد يأتي الإنسان إلى منزل وحقيقة إنه قفي ما دو إلى منزل قلوا ما دو
ليس فيه أحد أنا قف جوجي فيظن مركا ومرايو عند ذلك هالكاس أن الـ أن الـ أن الـ أن الـ فيظن مريم عند ذلك هالكاس أن الإذن يسقط إذن يقول معنا كدعي قف قدر يماته قل أنا عند جوجي وحكم شرعي وين وصلى قف وحدي وقل يماته قل أنا عند جوجي هدوء ما مجد استئذان كي كمو دعيني إذن قاد شدي إذن قاد شرعي إذن صدح شركة قراء وعدي لك فروا يسكب خل مركا إذن قاد معنى يدو حوالي هدان عند جوجي بلغ ماها سكسو قال ماها ولو ومعنى هذا ما انت لقى حجابني هاو فهمين انت لقى حجابني وكليات قولي قال لفت الكيسة هدو حتى مريه هاي ولا قد تشوبني اسكا ما سوكي الكيس وكان عما يسو تاسو هي البارك مركا أتى الاستئذان لا يأتي إلا بخير لا يأتي إيه الاستئذان لا يأتي إلا بخير استئذانك إذا قال شنو خير بيكين لا يأتي لا يأتي ما كانت إلا بخير خير ويأتي ما كانت كلمة دعاتها هي يأتي واسم المعنى هي ائتي كالي وأمره أتى وإيمان يأتي وإيمان هي أتى أمر الله هيا وحمدونا يا الله مستعان كلمة دعينا هذا جلسان جملة كلمة الله بعد أبقينا البندون يعني كلمة ده بعض وردية يعني كلمة ده وردية يعني معنى هذا وردين كل شيء جملة ده وردين قليلة يا يدوم كانوا على ذكر ربع جملة ده هنا بجلسان معنى هذا الشيء ها فيما بعد كان شعلة هاي ما كان جملة ده وردين قليلة كده هنا يدوم كانوا يسقط ضيبان وقع عبرتان من مصارف الدين هاي واي الله مستعان عليه تكلان قدم قدم هاويرني قدم قدم هيا يا سيدي قدم قدم دور بس عليها قدم هيا قدم صغر يا شو لبنت دوني اللي معناها جودة قديمة يتمام ونسات النوم أقبلة كلمة طلبة أقبلة أقبلة صغر يا ترى أقبلة أنا هم قديمة أقبلة هي قدم أقبل يا قري حضر صدح ذاك المدود معناها أي أتى يا قدم يا أقبل أي كوكلة دوينه يضوء من ولبا إيمان شيء هاي أي نتلمى منا قدم المعلم أقبل هي حضر يا كلا ما شاء الله تبارك الله بارك وارك ولك سوري يعني دوما يا الله الله بارك أيوة لما أرضي سوشر أكشن دريسي سيأي ولا لدو ذكره أبو فايدية قدما أقبل حضر معنى يا شو ده بسوقر تاني قدما 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 معنى
من قريبي ميلدو أي كي قدم رأس اللبض موا إيمان شو أتى واي مسومه من مكان قريب ميلدو كي قدم رأس حي قدم هو جاء من مكان قريب جاء من مكان بعيد بعيد جاء من مكان بعيد هيا وحنلام هاي أحب أن أقدم نصيحة لإخواني من طلبة العلم. أحب وحنش علىها أن أقدم وحنش قدم وأي مسومه يقدم وإيمانه أما أقدم أنا إيمانه أما تقدم أنا إيمانه وفعل المضارع بيها. مركع علىها هاي قد أتى عفوا أحب وحنش علىها أن أقدم إن أن سيو وإنت صار قرأ سيو نصيحة لإخواني من طلبة العلم ولا الله ضيف إن النصيحة طلب حسية وفقهم الله إلى هوا فجي حق الله رجع مثلا بعيد الوقت المميح القطار تراكي قدم في موعده وقت جيسي مصوكع قطار تصفي عام القطار تراكي قدم من موعده مركب قدم أي وقت جديد ترينك الحصول قرأي وقت يسي مركب من الفوق بكي بدي إلا حقلا من الأحمر ها وايح وعندما هنا نقدم أكب قدبه وعقلوا قرني كلمة لبعض هاي وقال أقبلها أقبل الحوين جاء راغبا متحمسا أقبل جاء معناه جاء وين راغبا متحمسا أقبل وح قابلي أقبل الوزير ضيوفه وزير كيس وزير وح قابلي ضيوف كيس مرتديسي متحمسا يسوع أم حد حماسة ليس تذكي سوق جاي يمي أيومي دول بمعان غينا يا أما أو قرطة إسقافسنا يا أما وسلام ودي بيا أنت لو استجابة سلام والله كتير بدل مديا عرض كارت كتير تلفزيون هذا وزيادة مركز دفع مرتدى يأتي معه حبضة أقوله ما يسع يعني دوري ما أنت أنا بخطي ما واحد دوري درس جايبينه كمن هذا سي أو هو نقطة ميد أي أرضا إذا ما أنت وقت كذا اللي يسكرني لكن هو بدنا أنا جابي حضرة جاء تلبية لدعوة حضرة لوحي حضرة معي لوحي جاء وايمي جاء وايمي ألقوك يمي وحويمي تلبية أجيبت وأجيبه تلبية نعم لدعوتي يا مولاي يا ري حضر وصح حاضري مثلا حضر وايمي مركا اج حضر الحفل حفل ديبوي مركا حضر يا اقبل يا قدم صدح دواي يري وسو قرتين معنى يا شو دي بردي شاي جمله دنا والدين جليي ان كو يا ولا قيبه هاين تصالحوا وكلا الله مستعان وها قرتين زار زار حبطه ودبس زار
زار ز وز زار يا صبري ما شاء الله زار يا سودية نعم يا عمري يبقى زار أيه وهو زار بمعنى جاء بقصد التواصل والبر جاء بقصد التواصل زار استغلت سوى جاء وينوي تنوى جاء تنوى جاء وينوي لكن إماشيه بقى كلا تدول كلا قصدي وجهده كلا غير ما كان زار وصوب وغضي بمعنى وين جاء وايمي جاء وايمي نعم يا ما شاء الله وردت بهم ما يسمر كيف أخويا عليا أصحاب بدن يا أخويا عسي زار 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 سيف يا عم وصوب مرتين زار معنا حوالي أنا وصوب وغضي وحوالي حلوش هذا مثلا زار وحوي معناه هذا جاء بقصد التواصل جاء بقصد يسمعون قصد ايه التواصل بقصد التواصل والبر بر يا ولاه معناه ضدكو صوب ضدكو صوب وحريا جاء وعين بقصدي رؤية من قصدك يوجد هذا التواصل والبر والبر نعم وقمت والبر هي بر إحسان بوين يا صمفل وده ما رفضتك وقنا يا قرابة ديسي ما كان مدولي بوعي وعيمان شوية هذا بقى من جملة قريبة يا سيدة هي من جملة قريبة زاره شخص قف صوب وغضي رغم أنه إنما زاره لغرض ولمصلحة زار أي وكان له زيارات متكررة لمكة محمد كان له زيارات متكررة محمد وحولها بوغشوي متكررة وكن غنغنية لمكة المكرمة هي إما بعمرة وإما بحج بقصد عمرة وبقصد حج نعم زار مركا درسي ما دام هذا ما دام هذا لكن هذا ما بعشيه أنت عصار درسي جيني ما أنت هي النشاط يعني ما أنت كتشوفي إلى هنا نكتفي بهذه الحلقة المباركة شكرا على حسن استماعكم إصغائكم مشاركتكم الفعالة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.